تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار سبورت. حلقتنا لهذا اليوم سوف تكون تحت عنوان بطولة الكأس ومشكلة التوقيتات. ضيفي في حلقة هذا اليوم الصحفي الرائد والرائع يوسف فعل. أهلا وسهلا بك سيد يوسف. أهلا وسهلا سيد يوسف. استبشرنا خيرا منذ أن أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن هناك بطولة للكأس أو بطولة رديفة، يعني هن البطولتين بنظام الكأس تلعب إلى حد ما، لكن استبشرنا خيرا بأننا يعني سنشاهد بطولة تكاد تكون قد اندثرت إلى حد ما في سنوات المواسم الأخيرة، لكن توقيتات هذه البطولة جعلت الفرق المؤثرة التي تستأثر دائما بالمنافسة على لقبها تنسحب وانسحابات بالجملة. بداية نرحب بجميع مشاهدي قناة الرشيد ولحضرتك ولهذا البرنامج الرائع الذي يسلط الضوء على سلبيات الرياضة العراقية. بصراحة بشائر الخير لم تكن يعني كافية لديمومة حياة بطولة الكأس التي يعني تم إنعاشها بعد موتها السريري، وهذا يعود إلى ضحالة الفكر الذي يدير الأندية، الاستغراب والصدمة ويعني الطعنة التي تلقتها كرة القدم العراقية وأثرت حتى على يعني الوسط الرياضي وعلى عملية تقبل الجمهور لهذه الانسحابات أو لنطلق عليها الانهزامات أو الهروب، بأنها كانت من أندية فرق الدوري الممتاز وبفرق كبيرة وعريقة وتمتلك ألق وتاريخ حافل بالإنجازات مثل الطلبة، الشرطة، هذه يعني لها العديد من اللاعبين الذين باستطاعتهم من تعويض اللاعبين في المنتخبات الوطنية. وصل العدد الآن إلى 8 فرق من الدوري الممتاز. وهناك يعني المصيبة الأكبر أريد أوضحها للجمهور بأن الفرق المنسحبة 3 منها هم أعضاء في اتحاد كرة القدم. أربيل، الراعي الرسمي لأربيل عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد، نفط ميسان يحيى صغير أمين السر، الصناعة فالح موسى، الحدود سعد مالح، أين كانوا عندما تمت الموافقة بالإجماع على إعادة بطولة الكأس؟ بطولة الكأس هي بطولة يعني تسمى بطولة المفاجآت، الفرق الضعيفة تنافس الفرق الكبيرة، هناك إثارة، يعني هناك قوة، هناك أساليب تكتيكية جديدة لأن تلعب بطريقة خروج المغلوب، مما يضفي الكثير من الجمالية على المباراة، هناك تجاوب بين الجمهور، لا سيما أن حتى الجانب العلمي التدريبي يعني مع الأسف الشديد بأن الأندية والمدربين ينظرون أكثر مما يعملون، كل لاعب في الموسم يلعب من 45 إلى 50 مباراة. نعم. وكنا جميعا ننتقد اتحاد كرة القدم لأنه لا يعيد إلى الواجهة من جديد ولا يحيي بطولة الكأس، لكن عندما أعيدت هذه الانسحابات وهذا يعود إلى ضعف الإدارة، تخوف المدربين من الخسارة وخشية اتحاد كرة القدم الذي يجامل على حساب كرة القدم العراقية. نعم. كان على اتحاد كرة القدم أن يصدر حزمة من القرارات الرادعة. نعم. من أجل إعادة هيبة هذه المسابقة وعدم مجاملة الأعضاء. نعم. والموافقة. نعم. على عملية الانسحابات. هذه عملية الانسحابات حقيقة من خلال كلامك أنا استشفيت حقيقة أنه 4 فرق، هذه الفرق واحد منها من مدينة رئيس الاتحاد، وإلى حد ما كان رئيس الاتحاد هو العراب الأول لهذا الفريق اللي هو فريق أربيل. صح. الحدود، الصناعة، ونفط ميسان، جل من في الاتحاد هم كانوا يعملون في تلك الأندية بطريقة أو بأخرى، وبالتالي لا نتوقع استصدار قرارات بحرمان هذه الفرق جراء انسحابه. يعني هذا السؤال وجيه صالح حسين، أشكرك عليه. الأندية عندما وجدت بأن الأمور سائبة وهناك مجاملة وترك الأمر على الغارب، واتحاد كرة القدم يفضل الجانب العلاقاتي، جانب المجاملات، تطيب الخواطر، عدم القدرة على الوقوف أمام رئيس الاتحاد وبقية الأعضاء من إصدار هذه العقوبات، منح الضوء الأخضر.
أمام الفرق البقية من عدم الدخول في وجع الرأس وخوفا من تلقي الخسارات والوقوف أمام يعني الجماهير الغاضبة سواء كانت من الشرطة أو من الطلبة أو من النجف غزلان البادية أو من كربلاء والكهرباء وكثير من هذه الفرق، وجدت بأن الأمور متروكة قرار فردي قرار يخص الأندية من دون وجود جهة ضاغطة جهة فاعلة ممكن أن تعيد هذه الأندية إلى رشدها الفني الخططي التكتيكي، وعندما لا توجد هناك العقوبات فأتصور بأن عملية الهروب والانسحابات من مواجهات الكأس ستكون مستمرة. كان على اتحاد كرة القدم إعادة ترتيب الأوراق إعادة الأمور لملمت هذه الانسحابات والانطلاق بخطوة واثقة من أجل إقامة بطولة الكأس. لا أعرف أين كان المدربين، كان عليهم أن يمنح الفرصة للشباب للقدرات يعني الواعدة من أجل عرض مهاراتهم في مسرح بطولة الكأس، لكن جميع سيما وأنهم يعني يلعبون في دوري تكاد فيه الفرصة تكون ضيقة جدا إن وجدت أصلا. هي لا توجد. فإذا بطولة الكأس كانت هي المحاك لإبراز مواهب جديدة وقتناها. هذا الموضوع يعني على سبيل المثال الشرطة متخوف من فريق الخطوط بحجم وألق وتاريخ وعراقة فريق الشرطة، ينسحب أمام الخطوط وعقد لاعب من نادي الشرطة يساوي ميزانية كاملة لنادي الخطوط بجميع فعالياته وألعابه وموظفيه. هذه كارثة بكرة القدم العراقية. فريق الطلبة الأنيق ينسحب في بطولة الكأس، أين نكتشف الطاقات والمواهب الشابة؟ المدرب أيوب أديشو كان عليه تعامل مع الواقع ويقرأها بطريقة منطقية موضوعية تخدم كرة القدم العراقية. هل يمكن أن يكون القرار للإدارة قبل أن يكون المدرب في مثل هذه الحالة مع وجود مدرب مثل أيوب أديشو يقبل بالتحدي دائما؟ إحنا مثل ما نعرف المدرب أيوب أديشو لا يقبل فرض أي إملاءات إدارية تتدخل في الجانب الثاني، والبيانات التي صدرت من الأندية كان هناك اتفاق بين الطرفين الجانب الإداري والجانب الفني على عملية الانسحاب. مثلا فريق نادي الحدود، فريق الحدود مثل ما نعرفه وينازع من أجل البقاء في دوره الممتاز بطولة الكأس، تكون لديه فرصة من أجل إظهار طاقاته أو الوصول إلى المنافسة. وهو لا يملك لاعبا في المنتخبات الوطنية. من هذه أنا أستاذ يوسف حقيقة علامة استفهام كبيرة يعني على نادي الحدود، لا يوجد له لاعب مستدعى للمنتخبات الوطنية، وإن وجد يعني يمكن لاعب أو لاعبين على أقل يعني على أبعد حد. يقابل فريق آخر الميناء يعاني من موضوعة سحب فريق بأكمله من هذا الفريق للمنتخبات الوطنية. يعني أنا أتحدث عن فريق الميناء اللي يمكن ما يكمل 11 لاعب حتى يجي للمباراة يلعبها. فريق الصفانة يعني الميناء ليس عذرا، لأن الاتحاد كان قد أقر أن يسجل أربع يعني أن يسجل كل نادي 40 لاعب. أين الفرق من هذا الموضوع؟ يعني فريق الصفانة فريق يعني لديه القدرة لديه القابلية توجد فيه المواهب، فريق شجاع، فريق يريد ينافس، فريق لديه طموح من أجل تحقيق شيء، ترك بصمة في كل موسم، لذلك فهو فريق شجاع، فريق يريد أن يقدم، يمتلك الكثير من مقومات النجاح بقيادة مدرب نجح بامتياز في قيادة الصفانة إلى مرسى الأمان وتحقيق النتائج الجيدة، هذا يحسب لهم. لكن فرق مغمورة لا تمتلك أي لاعب في المنتخب الأولمبي وكذلك في المنتخب الوطني على سبيل الصناعة، غزلان البادية، الحدود، أربيل، كثير من هذه الفرق كان عليها التحلي بالشجاعة، وكان المدرب يعني صدمتنا كبيرة وقوية، وأعتقد بأن المدربين طعنوا كرة القدم العراقية في الصميم وقتلوا حتى المواهب اللي ممكن أن نلقاها في هذه البطولة. يعني إحنا يعني اللي نشاهده الآن في المنتخب الوطني هناك ضعف في العديد من المراكز، كان من حراسة المرمى في خط الخلفي في الثلث الوسطي في الجانب الهجومي، وهذا يعود بأن اللاعب العراقي لم يكتمل
فنيا بدنيا ذهنيا، لأنه يلعب مباريات أقل من دول الجوار. على سبيل المثال لو نأخذ الدول القريبة، الدول القريبة الآن تلعب مباريات بطولة الكأس، وقبل يوم كانت هناك مباراة في الدوري الإماراتي بين العين والشارقة، وأغلب لاعبين العين هم يلعبون في الدوري الإماراتي، لكن لم تؤجل المباراة، لا يوجد هناك انسحابات، يحترمون المنافسات المسابقات عندما تحترم هي قيمة لكرة القدم العراقية، هي قيمة للرياضة العراقية. أما أن تكون هذه الانسحابات بهذه القرارات المرتجفة وهذه القرارات المتسرعة وعدم النظر إلى كيفية ديمومة كرة القدم العراقية لاكتشاف المواهب والطاقات الواعدة وخشية المدربين المبالغ بها وغير الموضوعية وغير المنطقية من تكبد الخسارة أمام فرق الدرجة الثانية أثر عليها وبمجاملة وبتأييد وبكثير من الأمور ما يحطها بخانة المجاملات والعلاقات من اتحاد كرة القدم الذي لا يرتقي إلى كيفية المساهمة بتطوير كرة القدم العراقية. تأملنا خيرا، لكن الخير لم يكتمل بمجاملة الاتحاد وبؤس الفكر الإداري للأندية وخشية المدربين الذين يعني صدموا اللاعبين وصدموا الجمهور والإعلام والنقاد من هذه الانهزامات من مسرح بطولة الكأس. نعم سيد يوسف، رأي يحترم حقيقة، يعني تحدث بي معي أحد الأخوة اللاعبين القدامى، نوجه له التحية، يعني لم يشأ أن أذكر اسمه، قال لي بالحرف الواحد، قال لي يا أخي العزيز المدربين في الأندية جاء وفي فكره بطولة واحدة يلعب 9 مباريات ومن ثم 9 مباريات على المرحلة الثانية، هو لا يغامر حتى في تشكيلته اللي تلعب في هذه 9 مباريات ب9 مباريات، يريد الصعود فقط كي ترضى الإدارة عنه، فكيف بيقبل تحدي من مباراتين بنظام خروج المغلوب؟ فبالتالي عذرا لكل أحبتنا أخوتنا وأساتذتنا المدربين، من قبل التحدي سنسميه شجاعا، ومن تهرب فليراجع نفسه، لا نريد أن نطلق عليه وصفا آخرا يعني قد نؤذيه من خلاله، ولكن يجب عليه مراجعة نفسه. بطولة الكأس يعني على سبيل المثال، الأمثال تضرب ولا تقاس، فنشاهد مثلا الكرة الإنجليزية في بطولة الكأس دائما من شاهد فريق من النيشن وايد دوري الدرجة الأولى أو النيشن تو يجي من الدرجة الثانية يحرج فرق كبيرة، شاهدنا خرج فريق الأرسنال، يعني الأرسنال بكل ما يملك من كتيبة نجوم بالصفيه الأول والثاني خرج من هذه البطولة. يعني بصراحة احنا يعني ما كنا نحب نضرب الأمثال في الدوري الإنجليزي، لكن الأمثلة التي تفضلت بها هي عين الصواب، أصابت كبد الحقيقة. نحن ضربنا في الدوري الإماراتي وكذلك في الدوري القطري كثير من الأمور، لكن مدربين لا يمتلكون الشجاعة. الشجاعة التدريبية لا تعطى في الدورات التدريبية، هي مغروسة في الأبدان، هي هذه يعني عملية فطرية لدى المدرب، هي إحدى مقومات النجاح. الشجاعة الهجومية، كيفية يعني توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل، حب المغامرة، المجازفة، وبالتالي تنعكس حتى على آلية وطريقة وتفكير المدرب لإدارته أثناء المباريات. نشاهد مباريات كثيرة حتى على يعني في المنتخب الوطني، بعض المدربين يتحفظون يلعبون بطريقة دفاعية، هو لا، هو يمتلك القدرات الهجومية لكن الشجاعة التدريبية لا يمتلكها، هو يخاف، هو يخشى من الهزيمة ويفكر عند الهزيمة قد يكون يعني تحت مقصرة الإبعاد أو يتعرض إلى النقد واللوم والموجع من الإعلام، وبالتالي هذه الكوابح الفكرية تؤثر على طريقة التفكير المدرب وإدارته للمباراة، وبالتالي نكون أمام وضع كروي فني بائس يلقي بظلاله الكثيفة على طريقة اكتشاف المواهب. لذلك نحن الآن في أزمة لحراس المرمى، نحن الآن في المنتخب الوطني نعاني، لا يوجد لاعب في العمق الدفاعي بحجم علي حسين رحيمه، ولا ظهير أيمن، ولا لاعب يلعب وسط، علامة استفهام يعني كبيرة حقيقة لعدم استدعاء اللاعب سامال سعيد،
كثير من اللاعبين كانوا يستحقون الاستدعاء، لكن نظرة المدرب مختلفة، وهذه مشكلة نعاني منها، هي ضعف التنظيم الدفاعي. الدوري لم ينتج لنا لاعب بحجم نشأة أكرم يكون صانع ألعاب ويستطيع من قيادة المباراة واكتشاف نقاط الضعف في الثلث الدفاعي للمنافس، ويملك القدرة والقابلية على تمرير الكرات الذهبية للمهاجمين. نعم، أو لاعب مبتكر مثل صالح سدير. صالح سدير يعني مو إحنا الآن في مشكلة وفي جدلية، هل نأخذ اللاعب الشاب للتجربة في المنتخب الوطني، أو اللاعب الذي يقدم الأفضل والعطاء الثر في الدور الممتاز؟ كثير من السلبيات، كثير من الإخفاقات الفكرية والبؤس الإداري أنتجنا دوري ضعيف ومنتخب وطني عليل فيه الكثير من الثغرات التكتيكية وحتى الخططية وحتى المهارية، وبالتالي نشاهد بأن نحن نكابد ونصارع من أجل الارتقاء إلى قمة مجموعة عدة الأضعف والأسوأ في بقية المجامع. حتى عندما تم الحديث عن المجموعة التي يتواجد فيها أسود الرافدين، المحللون لم يذكروا المجموعة، وعندما سئلوا لماذا قالوا لأن معروفة المنتخب العراقي هو من يتسيد على هذه المجموعة. نعم أستاذ يوسف، يعني بما أنه يعني خلينا شوي نطلع عن موضوع الحلقة قليلا، بما أنت فتحت الحديث عن موضوع المنتخب الوطني العراقي، كان يمكن للمدربين أن يتحلوا كما قلت بالشجاعة وأن يجربوا العناصر الجديدة الشابة، حتى وإن اتفقوا مع الإدارة على عدم يعني محاسبتهم أو مساءلتهم عن نتيجة هاتين المباراتين. بالتالي من هاي المباراتين أنا إذا اكتشفت لاعب أو لاعبين حققت كسب لفريقي الأول أو للثيمة الأساسية حتى أعود للدوري، وأنا أملك خيارات أخرى غير خياراتي اللي دائما أنا أجربها. هذا انعكس على منتخباتنا الوطنية، عندما نعقد مقارنة مع مستوى منتخبنا الوطني في بطولة أمم آسيا وهي دائما تقفز للذهن، المقارنة تكون ظالمة بين يعني حقيقة بين ما ظهر عليه منتخبنا في بطولة أمم آسيا الأخيرة في أستراليا وبين ما ظهر عليه في مجموع المباريات الأخرى اللي ظهر بها منتخبنا الوطني العراقي تحت قيادة المدرب دكتور يحيى علوان في مشواره في التصفيات. لا توجد حتى موضوع على المقارنة، على الرغم من أن الثيمة العامة للاعبين هي ذات الثيمة، نفس اللاعبين جلهم، لكن ما الذي تغير فازداد سوءا وضع المنتخب الوطني العراقي؟ تغيرت العقلية، تغيرت طريقة تفكير المدرب. اللاعبين هم أداة بيد المدرب، المدرب هو من يختار اللاعبين، هو من يضع الاستراتيجية ويتم استدعاء اللاعبين على ضوء ما في ذهنه من أفكار تدريبية مع الانضباط التكتيكي والانضباط خارج الملعب. ما نفتقد إليه هو جانبين: الانضباط في الواجبات بشقيها الدفاعي والهجومي، عدم توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل، وهذا الأمر فني بحت طبعا، هذا فني. أما في الجانب الإداري فلا توجد هناك انضباط داخل المنتخب الوطني. هذه قضية مهمة للاعب العراقي، تشكل هاجس أثناء المباريات الخارجية. لابد أن يتم فرض انضباط، لابد أن تكون هناك يعني واجبات ومسؤولية، كثير من الأمور على أن لا يتدخل الجانب الإداري مع الجانب الفني. الآن في المنتخب الوطني هناك ربكة، هناك تخبطات، هناك تدخلات بين الجانب الإداري والجانب الفني. نعم، تؤثر على عملية حتى استدعاء اللاعبين المنتخب الوطني. أستاذ يوسف، حتى بعض التسريبات قالت أن حتى يعني المرافقين الإعلاميين تدخلات حتى في هذا الموضوع، ليس فقط للجانب الإداري ولرئيس الوفد. يعني بالمصطلح العام كل شخص هو خارج الجهاز الفني يصطلع عليه بالمفهوم العام هو جانب إداري. فتح الباب من قبل المدرب يحيى علوان، ونتمنى من المدرب يحيى علوان أن يغلق هذا الباب ولا يسمع ولا يستجيب لطلبات المنتخب الوطني. قيمة عليا ليس حقل تجارب، وليس حقل تجارب، وجميع أبناء الشعب يتفاعلون بطريقة دراماتيكية مع المباراة، هم يعشقون المنتخب الوطن. لكن هذه التدخلات
تؤثر على النتائج، وشاهدنا كيف ان يعني الجميع شعر بالغضب والحسره والندم على ضياع نقاط مع منتخبات ضعيفه متهالكه لم تكن تشكل رقما حتى في القاره الاسيويه، لا تشكل رقما سابقا ولا حاليا من ناحيه المستوى الفني ومن جانب المخزون اللياقه البدنيه ومن جانب المهاري. منتخبات جاءت من اجل الاستفاده من تاريخ المنتخب الوطني، لكن تفاجأت كثيرا، وتصريح مدرب المنتخب التايلندي عندما قال بأني تفاجأت من الحصول على نقطة أمام المنتخب العراقي الذي كان متسيدا للمباراة، كنا نطمح الخروج بأقل الخسائر بأقل الأهداف، ثم تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. أتصور بأن المنتخب العراقي سيعاني، وهذا هو فعلا عانينا. نعم أستاذ يوسف، يعني يمكن حتى يعني عندنا بعض اللقطات من بطولة أمم آسيا عودة لهذه البطولة، احنا دائما نضرب مثل بها لأن ذات المجموعة من اللاعبين لكن مع فكر تدريبي مغاير كانت تؤدي، مع رئيس وفد آخر، مع مدرب لا يقبل بالتدخلات ويمتلك شخصية قوية، وهو ما يحتاج دائما اللاعب العراقي أن يرى شخصية قوية من المدرب تفرض وجودها. كل احترامنا لأخونا وحبيبنا وأستاذنا الكابتن يحيى علوان، لكن أستاذ يحيى علوان يتعامل بأبوة، بعض لاعبين للأسف وليس البعض لا تنفع معه هذه الطريقة بالمعاملة. هي كفة، يعني الكفة كانت لصالح المدرب راض شنيشي. راض شنيشي يعرف كيف يفرض الانضباط بمعناه الشمولي، كان تكتيكي داخل الملعب وحتى إلى خارج الملعب. كثير من القصص والحكايات التي حدثت في استراليا، وكان للمدرب هو الرأي السديد، هو الرأي القوي، هو من فرض رأيه على اللاعبين. نعم حتى لكن حتى ما وصلنا سيد يوسف عذرا، يعني حتى ما وصلنا عن هذا الموضوع، أي مشكلة كانت بمجرد أن تقفز، تريد أن تقفز إلى السطح، توأت في وقتها وفي ساعتها حتى ما تأثر على سير منتخبنا في تلك البطولة، على عكس من ما شفناه في الفترة الأخيرة. الآن هناك انضباط، هناك مدرب قوي الشخصية، هناك مدرب يعرف كيف يدير الأدوات، كيف يوظف الإمكانيات لكل شخص واجبة من دون التدخل في الأمور الأخرى، الجانب الإداري للإدارة، الجانب الفني، هناك من يعمل معه وفق آلية خاصة، تم توزيع هذه الأمور بأوراق مكتوبة، لذلك كانت هناك قمة الانضباطية. وحتى اختير المنتخب العراقي واحد من أكثر الفرق انضباطا مع المدرب راض شنيشل، شاهدنا مباريات جيدة. لكن بالجهة الثانية عندما تم استلام المدرب يحيى علوان الأمور اختلفت المعايير، اختلفت كثير من المعطيات، وبالتالي هناك تسيب، هناك تدخل بالجانب الإداري، هناك فرض إملاءات في طريقة اللعب وفي عملية استدعاء اللاعبين وحتى في توظيف اللاعبين. كثير من الأمور أدت إلى أن تكون النتائج هزيلة مع منتخبات ضعيف، وهذا يعود ويتحمل بالدرجة الأساس المدرب يحيى علوان. حتى أن عملية عدم استمرارية راض شنيشل كانت مقصودة، لأن المدرب راض شنيشل لا يسمح ولا يقبل ويرفض بصورة قاطعة من التدخل الجانب الإداري بالجانب الفني. لكن المدرب يحيى علوان بحكم تركيبته، بحكم يعني تعامله، هو يتعامل بروح مثل ما تفضلت، بروح تربوية، لكن هذا لا يقودنا إلى النجاح في ظل الظروف اللي نمر بها كرتنا عموما والمدرب الجيد على وجه الخصوص. المدرب الجيد هو من يملك القدرة على قيادة فريقه إلى النجاح، إذ كانت في اختيار الأسلوب التكتيكي، في عملية توظيف اللاعبين، في عملية فرض الانضباط، في كثير من الأمور، كيفية غرس روح الفوز لانتزاعها من أقوى الفرق والعزف على الجانب النفسي، هي هاي واحد من مقومات يعني النجاح. حتى للأمانة التاريخية سادي يوسف، يعني هذه اللقطات أنا أتحدث معك أشوف اللقطات اللي بيها الكابتن يونس محمود، حتى الكابتن يونس محمود وكأنه عاد شابا في هذه البطولة، كان يعني أكثر من مؤثر في هذه البطولة، على الرغم من أنه وجهنا الكثير من الانتقادات إلى بعد هبوط مستوى قبل بطولة الخليج اللي ابتعد عنها بسبب الإصابة. حتى نكون منصفين ولسنا من المتحمسين جدا للأخ العزيز الكابتن راض شنيشل، هناك أيضا في دورينا العراقي مدربين منضبطين
يعملون كثيرا على الانضباط، أيوب أوديشو مثالا، باسم قاسم مثالا، حسام السيد مثالا يحتذى به حقيقة. عندنا مدربين يعملون بأسلوب، يبدو أن أسلوب الانضباط أو كما يسميها البعض عقلية مدربي الثمانينيات مطلوبة إلى حد ما مع اللاعب العراقي لحد الآن، لأن إحنا ما نقدر نقارن حقيقة بالرياضة العالمية بكرة القدم العالمية. هناك موضوع احتراف، اللاعب يصرح، وكيل أعماله يصرح، مدربه يصرح، رئيس النادي يصرح، لاعب زميل في غرفة خلع الملابس معه يصرح، لكن العقل الاحترافي هو الغالب دائما. عدنا بالعراق هذه حقيقة، ليس هناك عقل احترافي تام، احترافنا منقوص، وبالتالي واحدة من مشاكلنا اللي احنا عودة لموضوعنا بطولة الكأس اللي غيبت بطريقة غير مقبولة من مدربينا اللي كنا نتوقع منهم شجاعة أكثر من أجل كشف مواهب جديدة نرفد بها منتخباتنا الوطنية. أنا راح أطول عليك قليلا، لكن حقيقة استوقفني الباحة أو أول بارحة كان كلام جميل جدا لنجمنا، نجم منتخباتنا الوطنية الكابتن مجيب الفرطوسي، نوجه له التحية أستاذنا العزيز. تحدث يعني عن بطولة الكأس، قال كنا نمني النفس أن نشاهد وجوه شابة في هذه البطولة. يعني هو لا يوجد احتراف حقيقي بمعناه الشمولي في الدوري، وهي مشكلة. حتى الآن نحن حائرون، نحن هواة أم محترفون، ولكل مركب هناك يعني جادة رواده نعم للعمل، ولكن نحن في يعني منطقة رمادية هي بين الهواة وبين الاحتراف، وبالتالي هذا سبب من أسباب انتكاسة كرة القدم العراقية، لأن لكل حالة يعني إيجابياتها وكثير من معطياتها، وهذا يعني جانب آخر. نعم. أما قضية بطولة الكأس فنحن يعني بصراحة نشكل على عملية الانسحابات. هي بطولة للشباب، هي بطولة يعني للفرق المغمورة، هي بطولة التحدي، لكن بالنتيجة وهذا الخوف المبالغ به من جمهور الأندية من الإدارات، إحنا لدينا مشكلة أخرى هي الإدارات. الإدارات بائسة، الإدارات لا تمتلك القدرة على دفع الأندية ودفع عجلة الرياضة العراقية عموما وكرة القدم خصوصا إلى الأمام. الإدارات الأندية هي تريد أن تبقى على دفة الأمور والمسيطرة أطول فترة ممكنة. قد تكون المشاركة في بطولة الكأس تقصيها، قد تكون تحاسبها، لأن الجهات التي تضخ الأموال تريد نتائج، على سبيل المثال الشرطة، صناعة، الحدود، كثير كثير من الفرق. وبالتالي يعني يبدو أن التخوف يعني حقيقة، عذرا لهذه الطريقة في الطرح، ولكن يبدو أن التخوف من كشف عورات تلك الإدارات جعلها تمتنع عن المشاركة في هذه البطولة، هذا واحد من الأسباب. ما بين هذا وذاك، بالأمس وأنا راجع من منطقة الكرادة في بغداد مررت مع أحد الأخوة الإعلاميين بجوار ملعب أبي نواس، اللي يشبه إلى حد كبير، يمكن يتفاجأ جمهورنا الرياضي العراقي، يشبه إلى حد كبير في مساحته وتركيبته، يمكن أعتقد هالرياضة قليل من الأخوة المتابعين متابعها، بطولة الركبي السباعي، ساحة لا تلبي كل المواصفات حقيقة. قال لي بالحرف الواحد، وأنا يعني وقال لي وأنا مسؤول عما أقول، ستقام إحدى مباريات الكأس هنا، هل هذا عذر كافي للأندية أن تنسحب فيما لو أقيمت مبارياتها على هكذا ملاعب؟ تبريرات غير منطقية ومسوغات لا يقبلها العقل ولا يمكن أن تنطلي على الوسط الرياضي، هي محاولة لذر الرماد في العيون، وأن تتخفى إدارات الأندية وراء هذه التبريرات يعني التي سئمنا منها. دائما نعلق إخفاقاتنا على شماعة التبريرات من أجل أن تبقى هذه الإدارات هي المتسيدة على كرة القدم العراقية. هناك خلل فني وخلل إداري يرافقها هذا الارتباك والخوف من اتحاد كرة القدم، والجميع الآن يسمعنا، كان على اتحاد كرة القدم أن يتحلى بالشجاعة المعنوية وبالقوة ويصدر قرارات بمعاقبة الفرق المنسحبة إداريا وماليا حفاظا على هيبة كرة القدم العراقية، لكن استجابة لرغبات رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود أو مجاملة إلى فالح موسى أمين سر نادي الصناعة أو
تطيب الخواطر مع سعد مالح عضو اتحاد كرة القدم او مع يحيى صغير نفط ميسان. نفط ميسان بطولة البطولة لا يشارك فيها يعني النجف ولا الشرطة ولا الطلب ولا هي فرصة للفرق الضعيفة ان تنافس ان ترتقي ان تقدم ان تمتع جماهيرها ان تحقق النتائج ان ترفق باللاعبين الجيدين وللفرق الجماهيرية اعطاء فرصة للاعبيها الشباب الذين سوف لن يستطيعوا اخذ الفرصة في ظل دوري بهذا الشكل دوري اشبه ما يكون ببطولة كأس. يعني استاذ حسين الزوراء تحلى بالشجاعة واحنا مثل ما وهذه علامة مضيئة حقيقة. يعني نحن يعني كإعلام نشيد بهذه الخطوة ونشيد على يد إدارة الزوراء ومدرب الفريق باسم قاسم الذي قبل التحدي على الرغم من أنه الفريق أعطى أكثر من لاعب للمنتخب الوطني. يعني من الباب يعني من الباب الفارق الفني بين الزوراء وبين الدفاع المدني الكفة تصب لي مصلحة الزوراء بهذا تاريخه. حتى لو جاء الزوراء في فريق من الشباب هو يتغلب على الدفاع المدني مع احترامي لهذا الفريق، لكن أنا أتكلم على السمعة والتاريخ والبطولة هي مسجلة باسم نادي الزوراء. نعم. بطولة الكأس يعني هو أكثر الفرق فوزا بها. تحلى بالشجاعة المدرب وقبل التحدي وفاز فيه وهي فرصة وهي فرصة أيضا لو نادي الشرطة أعطى للبطولة جزءا من اهتمامه وكذلك نادي الطلبة ولعب أمام الخطوط وفريق النجف وكذلك نفط ميسان. كانت البطولة يعني ندعمها وليس نقضي عليها. كان على إدارات الأندية أن تفكر بالمستقبل. التاريخ يدون ويسجل بأن في هذا الموسم انسحبت كبرى الفرق. نعم. خوفا من الهزيمة أثرت على المنافسة أثرت على قوة المسابقة. يعني أستاذ يوسف ليس دفاعا عن الفرق المنسحبة، بعض الفرق المنسحبة أعطت الكثير من التبريرات. واحدة من التبريرات هذه أنه جل لاعبي المؤثرين في الفريق يسحبون للمنتخبات الوطنية. التبرير الآخر هذه البطولة لم تكن في الحسبان من ناحية إحنا نمر في تقشف وتتطلب مصاريف حل وترحال من محافظة إلى أخرى. هذا واحد. الأمر آخر يعني يساق ما بين السطور خوفا على مجموعة اللاعبين الذين وقعوا بمئات الآلاف من الدولارات في بعض الأندية خوفا عليهم من الإصابة في مثل هذه المباريات. يعني بداية عملية التقشف أين كانت عملية التقشف عندما ذهبوا بمعسكرات ترويحية قبل انطلاق الدوري وأعضاء الهيئات الإدارية كلهم ذهبوا مع الفريق للاستمتاع بجمال تركيا ومعسكر في لبنان وجورجيا وكثير من الأمور. أين كانت الجدوى الاقتصادية والفنية مثل هذه الأمور؟ هذه القرارات الارتجالية تؤكد بأن نشكو من الضعف الإداري. لا توجد هناك تسويق أو فكر اقتصادي يدير الأندية. أنا لدي مال ولدي بطولة الدوري والكأس، كيف أوظف هذا المال من أجل إكمال البطولتين؟ البطولة هي ليست وليدة اليوم وإنما تم الإعلان عنها منذ بداية الموسم، بل كانت واحدة من أهم يعني المشروع الانتخابي لرئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود. نعم. والجميع يعرف ويدرك أن في الموسم الحالي بطولة الكأس. أما قضية إصابة اللاعبين فالإصابة تحدث إذ كان في تدريب أو في كان في المباراة، وهذا هو حال كرة القدم. عليهم التعامل مع المتغيرات الإدارية والكروية بمنتهى الاحترافية، لكن المشكلة ندفع الأموال باحترافية وندير الأندية بعقلية الهواة، وهذا الجانب يختلف عن هذا الأمر. وبالتالي نشاهد هذه الأمور وهذه الأندية الكبيرة التي وصل عددها إلى 8 فرق تنسحب من البطولة. فرق الدوري الممتاز أستاذ حسين. نعم. فرق حتى هي فرق مرشحة فوق العادة لإحراز اللقب كان المفروض. يعني هذا الأمر المشكلة فرق الدوري الممتاز تنسحب وفرق الدرجة الأولى تشارك. هذه يعني لا أعرف كيف فكروا وكيف حتى أن فريق الكهرباء وبوجود يعني مثل إدارة واعية إدارة تحب
الإنجاز، مدرب جيد مثل علي هادي، يحب المغامرة، يمتلك فكر تدريبي، نعيم صدام موجود بالإدارة، كان عليهم المشاركة في هذه البطولة من أجل يعني مواصلة تحقيق إنجاز، وفريق جيد يمتلك الكثير من القدرات من أجل المنافسة، يلعب كرة جميلة ممتعة. فريق الكهرباء تفاجأنا أيضا بالانسحاب مع مدرب يعني جيد يقرأ المباراة، لديه أسلوب تكتيكي مختلف عن بقية المدربين. حقيقة أيضا علامة استفهام، يعني احنا نسجلها على الأخ العزيز كابتن علي هادي، واحد من المدربين الشباب اللي عنده فكر جميل جدا يطبق على أرض الملعب من خلال أقدام اللاعبين أن ينسحب الفريق. يعني نحن بانتظار أن تكون التبريرات مقنعة، عندما تسوق لي تبريرا مقنعا يعني قد أعطيك يعني عذرا لما تسوق، لكن عندما يكون التبرير غير مقنع سوف أنت تقع في مشكلة أمامي أنا كإعلامي. كإعلاميين نحن حقيقة دائما نبحث عن ما يوصلنا للحقيقة. خليني أعطيك يعني علة أخرى يعني اشتكى منها الفرق المنسحبة، قال بما أنه لاعبين سحبوا منتخبات فكان المفروض أن هذه المباريات لا تقام في هذا التوقيت اللي هو الفيفا داي، لكن من ضغط عليها هو بعض الأعضاء في اتحاد كرة القدم الذين يمثلون أندية الدرجة الأولى، الذين هم تمثيل أو جاءوا من عن طريق الانتخابات عن طريق أندية الدرجة الأولى. أستاذ حسين، حتى لو كانت هذه التبريرات، لو فرضنا هذه الأمور موجودة، بدلاء فرق الدوري الممتاز هم أفضل فنيا وبدنيا وكثير من الأمور، وحتى ذهنيا وذهنيا من لاعبي الدرجة الأولى. أغلب فرق الدرجة الأولى هي في سبات، لأن لا يعرفون متى انطلاق مبارياتهم وكانوا في عطلة إجبارية. أما فرق الدوري الممتاز فيتدربون، وإذ كانوا يعني بالمجموعة الأساسية أو في على دكة البدلاء كان من الممكن إعطاهم ومنحهم الفرصة مثل ما فعل فريق الزوراء وتغلب على الدفاع المدني بهدفين بإمضاء لؤي صلاح واللاعب السوري جفال، وبالتالي الفرق الجماهيرية معدة من أجل المنافسة على أكثر من بطولة على أكثر من صعيد، إذ كان محلي أو كان حتى قاري. الفرق الجماهيرية لا تفكر فقط بالجانب المحلي، لا تفكر في الجانب يعني المشاركات الآسيوية وعلى الصعيد المحلي، وهي مستعدة لخوض أكثر مباراة في الأسبوع الواحد لكثرة عدد البدلاء. أما يعني التعكس على هذه التبريرات، أتصور بأن كان عليهم الارتقاء وعدم الخوض في هذا المغمار، لأنه لا يتناسب مع حجم وعراقة هذه الأندية، لأنها تمتلك الكثير من المقومات النجاح، وخاصة في أندية المحافظات. فريق غزلان البادية النجف لم يستدع منا أي لاعب، كذلك فريق القباب الذهبية، فريق كربلاء. هناك أنباء انسحاب حتى زاخو، يعني زاخو انسحب، فريق زاخو انسحب. الاتحاد ما بين هذه الانسحابات، يعني قبل أيام يخرج إلينا بتصريحات حقيقة عجيبة، لم تصلنا حتى الساعة كتب الانسحاب الرسمي. يعني هو هذا الضعف الإداري في اتحاد كرة القدم. الاتحاد عبارة عن أشخاص مختلفو التوجهات والآراء، والجميع يعلم بهذه الانسحابات إلا اتحاد كرة القدم وهو الجهة المعنية بالأمر. هذه كارثة إدارية. ثم يطلع لدينا تصريح غريب مفاجئ بأن اتحاد كرة القدم لا يحاسب ولا يصدر أي عقوبة بحق الأندية المنسحبة. هذا إعلان للأندية الباقية، يا إخوان انسحبوا من أين البطولة. أنا أسأل هنا حقيقة، أين دور لجنة المسابقات في هذا الأمر؟ كان المفروض أن ترفع تقريرا لاتحاد كرة القدم لأقرب اجتماع عن الفرق المنسحبة وإبداء الرأي في مسألة معاقبة هذه الفرق، يعني مهما على اسم تلك الفرق. يعني إشكالنا كبير على إدارة لجنة المسابقات برئيسها
علي جبار، لكن لجنة المسابقات هي أقامة البطولة، وكنا ننتقدها كثيرا لعدم إقامة بطولة الكأس. هي أصدرت وبموافقة الفرق، المشكلة بأن جميع الفرق تعلم بمواعيد المباراة، لم يعترضوا في البداية، ولكن هي حالة يعني هي أكو جانب، الجانب أن أكثر الأندية هي غيرت المدربين، فلذلك المدربين الجدد إذ كان قحطان شثير أو أحمد دحام مع نفط ميسان أو عماد محمد مع النجف، كثير من المدربين هم خشوا من تلقي الهزيمة، خشوا من الخروج المبكر. هذه هي الجزئية التي علينا أن نركز عليها. أما بقية الأمور فأتصور به التبرير لهذه التصرفات الغير مدروسة. طيب أستاذ يوسف، يعني التوقيت اللي اجتي به المباريات، بعض الفرق التي انسحبت ادعت أن التوقيت لو كان في غير أيام الفيفا دي كنا شاركنا وانتهى الموضوع. بعض الفرق الشمالية ومنها فريق زاخو اشتكى من صعوبة الترحال، حتى أنه إدارته اشتكت أنها من أكثر الفرق المظلومة في عملية الحل والترحال، على اعتبار هو يعني جغرافيا هو في أقصى شمالنا الحبيب في مدينة زاخو الجميلة. بالتالي مبرره كان قد ساق مبررا يشتمل على بعد المسافة وصعوبة التنقل، مضافا إليها التقشف التي تمر به الأندية. يعني عودة لموضوعة التقشف التي أصبحت يمكن هي أفضل شماعة الآن تعلق عليها الفرق، يعني قراراتها المفاجئة التي تصدرها في هكذا مناسبات. يعني أنا مع عدم السماع أو أي تبريرات، لأن لو فتحنا باب التبريرات لا يمكن إغلاق. كان على اتحاد كرة القدم لا يمسك العصا من الوسط ويستمع إلى تبريرات هذا الفريق بحكم قربه من الاتحاد ولا يستمع إلى ذاك، أن تكون القرارات حازمة كقرارات قوية تفرض، يعني يفرض اتحاد كرة القدم جوانب الإدارية والفنية. أستاذ حسين، المسابقات تحترم، لابد من احترامها. عندما نمنح الفرصة للتبريرات للانهزام من البطولات، هذا يكبد كرة القدم العراقية الكثير الكثير الكثير، وبالتالي ينعكس سلبا على طبيعة تطوير المستوى اللاعب من النواحي الفنية والبدنية والذهنية والخططية، وبالتالي تكون عواقب وخيمة على عملية ضخ المواهب للمنتخب الوطني والأولمبي والشباب. والآن نحن لدينا تداخل بين لاعبي المنتخب الوطني واللاعبين المنتخب الأولمبي، هناك صراع خفي بين المدرب يحيى علوان وعبد الغني شاهد. لاعبين المدرب يحيى علوان متمسك بلاعبين الأولمبي، والمدرب مدرب المنتخب الأولمبي يطالب بإلحاح وبشدة باستدعاء لاعبي المنتخب الوطني إلى الأولمبي. الدوري موجود ولاعب الوطني للوطني، ويمكن ضخ واستدعاء لاعبي المنتخب الأولمبي من لاعبي الدوري المحلي ونعززهم باللاعبين الجيدين المحترفين في الدوريات الأوروبية، وبالتالي نزيد ونكبر ونوسع قاعدة اللاعبين المميزين لدفع عجلة المنتخب الوطني. أيضا يعني واحدة من الأمور اللي راح نخسرها من خلال عدم مشاركة هذه الفرق الثمانية اللي أغلبها فرقنا الجماهيرية، كانت مباريات هذه الفرق فرصة أيضا ليس فقط للاعبين الشباب وحتى لطواقمنا التحكيمية الشابة. أيضا هذه حرم، يعني لجنة الحكام يعني أيضا خسرت شيئا، وإن كان بعض الشيء أقل للبطولة بمجملها، لكن كان بالإمكان اعتماد طواقم شابة إعطاها الفرصة لإدارة هذه المباريات، من خلالها تكتسب الثقة لقادم المباريات حتى على مستوى الدوري. صحيح، ما نعاني الآن إن أغلب الطواقم التحكيمية هم من فئة الشباب، يحتاجون إلى خبرة المباريات الأقل قوة من أجل أن يتسلحوا بقوة القرار، خصوصا مع الشكوى المستمرة من الأندية. يعني قبل فترة إدارة النجف اشتكت من الحكام، إدارة الكرخ اشتكت من الحكام، وتصريحات رنانة حقيقة. يعني حتى أن رئيس نادي الكرخ صرح تصريح خطير يصدر من نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم من شرار حيدر بأن الأخطاء التحكيمية كارثة وفضيحة.
هذا فيه كثير من الأمور لا نريد الغوص في هذا الجانب. كان على يعني لجنة الحكام حتى تدخل والضغط على لجنة المسابقات على اتحاد كرة القدم من عدم الاستمرار في هذا الانهزام من البطولة من أجل تطوير قدرات الحكام والشباب في خوض مباراة بين فريق يعني عريق من الدوري الممتاز مع فريق من الدرجة الأولى. تكون العملية سهلة للحكم، تزيد من خزينة الفكري، نعم. تعطي الكثير من القدرة على قيادة المباريات مع الفرق الكبيرة، لكن بالتالي الانسحابات فيها عواقب ضخيمة، حتى كانت من الجانب التحكيمي، من الجانب الإعلامي، من الجانب الإداري. العالم كله الآن يتحدث عن هذه الانسحابات الغريبة من مسابقة الكاس، إذ كان الإعلام العربي وحتى على الإعلام الآسيوي، وتصدر بيانات من الاتحاد الآسيوي، النشرة الأخيرة للاتحاد الآسيوي ذكر فيها بأن هناك انسحابات قد تكون بسبب التبريرات، التقشف، كثير من الأمور كان علينا تداركها من المشاركة وعدم يعني السماح بالانسحابات. نعم. يعني هذا الموضوع كله يأتي في وقت الكل مجمع على أن رياضتنا، رياضة كرة القدم، رياضة الأولى في العراق، بحاجة إلى مثل هذه البطولة اللي تدعم موقفنا أمام الاتحاد الآسيوي من أجل المسألة الأكبر وهي رفع الحظر عن ملاعبنا. يعني هذا الخبر، خبر الانسحابات، بعد ما تفضل جنابك قلت هذا موجود في نشرة الاتحاد الآسيوي، هذا أيضا سيضعف موقف الاتحاد العراقي لكرة القدم وأيضا الكرة العراقية بالمجمل. أستاذ يوسف، أريد أوصل معك إلى نتيجة نطرحها للمشاهد المتابع، من يتحمل وزر هذا الموضوع؟ هل فقط هي الأندية أم أن الاتحاد يتحمل جزءا والأندية المنسحبة تتحمل جزءا؟ الاتحاد بموضوعة التوقيتات والأندية بموضوعة عدم الجرأة والتخوف من الخسارة. يعني هو كل انسحاب كما سمي انسحاب، لكن هو انهزام. هذا لديه مقدمات ولا تتحملها جهة واحدة، إنما الجهات الثلاث: ضعف اتحاد كرة القدم، سوء العمل في الإدارات، وخوف المدربين. وبالتالي انعكست على عملية المهمة هي تطوير الفرق، اكتشاف اللاعبين، وزيادة عدد المباريات للاعب العراقي. اللي احنا مثل ما نشاهد بأن اللاعب العراقي أصبح ضعيف من الناحية البدنية، ضعيف فنيا، لا يستطيع من التكيف مع المتغيرات أثناء المباريات. نشاهده في المباريات الدولية هو الأقل جهدا، ولو أحصينا يعني المسافة التي يقطعها اللاعب في كل مباراة لنشاهد بأن اللاعب العراقي هو الأقل من الفرق المتنافسة. نعم. وهذا يعود إلى ضعف الدوري. حقيقة يعني اللاعب العراقي بمجمل ما يفعل بالأرقام لا يتجاوز 6.5 كيلومترات، لكن هو المطلوب كرقم كمعدل هو أن يتجاوز 9 كيلو في المباراة الواحدة. يعني هو مطلوب منه 4.5 كيلوات في الشوط الواحد على أقل تقدير، فيما لو كانت المباراة متوسطة المستوى. أما لو كانت المباراة برتم عالي وهو ما يصعب على لاعبين الوصول إلى نتيجة لقلة عدد المباريات، هذا موضوع مهم جدا. التراجع اللي حصل في أداء منتخبنا العراقي هو نتيجة قلة عدد المباريات. خسرنا بطولة أخرى، يعني لم نخسر البطولة بالمجمل أستاذ يوسف، لكن خسرنا مشاركة فرق كانت ستضفي طابعا آخر للبطولة. إذن ما أريد أن أوصل لأنه هذه الأركان الثلاث كيف يمكن أن تنجح بعملها؟ يعني هذا الموسم انتهى، الفرق انسحبت، ويبدو أنها ستمر مرور الكرام وسوف لن تعاقب هذه الفرق، إلا إذا كان لاتحاد كرة القدم قول آخر في قادم الأيام، وإن كنت أشكك حقيقة شخصيا بهذا الموضوع. صحيح. أنا لا أعتقد أن يتخذ قرارا. لا. كيف يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة في المرحلة المقبلة، في الموسم القادم على أقل تقدير؟ على اتحاد كرة القدم أن يشكل في دقيقة واحدة أن يشكل لجنة فنية وتشخص سلبيات
عملية الانسحاب لوضع المعالجات المناسبة في الموسم المقبل، مع ضرورة أن تكون هناك عقوبات إدارية ورادعة ومالية رادعة وحازمة بحق الفرق المنسحبة من أجل الحفاظ على هيبة كرة القدم العراقية. نعم سيد يوسف، الوقت حقيقة مضى سريعا، لم يبقى إلا أن أتقدم لك بالشكر، شكرا جزيلا لتجشمك عن المجيء، نورتنا وحقيقة أحطتنا بالكثير من المعلومات الجميلة، شكرا جزيلا لك مرة ثانية، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، ألقاكم في حلقة مقبلة، إلى ذلك الوقت إلى اللقاء.